انت قلت لهم يضربون الفخذ منا قلت لها منا تدي دائره تسوي هيك طلع العظم قلت لها ضربينها وكل ساعه يدعم ضربيها ضربه ايش ضربتها بيها بياجها من السكينه مو بالسكينه شوف ايش ضربتها بعض روحها بالسكينه ما يحتاج هو لا طق العظم هي بس تريد طقك تسحيب دجاج من العظم ونص دجاجة وهذه النص دجاجة كنا نستغلها بطبق ممنوع يعني مو ما نسوي بس صدر دجاج أو بس الفخذ لا كلها نستخدمها كانت الخيارات ما أدري بالنسبة لي ردت يمكن لأن شوي الريت صعد فقلت خل أجازف وأتحدى نفسي استخترت توب كوبي تشيكن أكلة تركية رول دجاج هو كل النص الدجاجة ونحشيها تمن مثل تقريبا مثل برياني مبهر ويا خضار بس شوف لي منو منو هذا يوصلي وجه ما اي مصطفى كلهم منافسين هناك التحدي قوي تحت ماكو مصطفى اخترت طبق يعني من عندي مو ما بي اي اصل اي سوابق مجرد دجاج حتى الافخاذ من سحبت نص دجاجه سحبته مع الجنح والصدر والفخذ خليت معاها الروزماري ورق غار ويا الزبده رجعت خليت تبلت الصدر بفلفل اسود وملح فقط سويتهم بالزبده استوى حولته سويت الصوص مع دبس الرمان وضفت الدجاج عليه كان السحب عليه وسط يعني مو لا فد مرة صعب ولا فد مرة سهل